استنى. ده مازن. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، مش قلت لكم ان انا خايفه؟ هو مستحيل يكون جه هنا علشاننا على فكره. يا سلام، امال يعني جاي هنا صدفه؟ شكله كده عشان ما فيش معاه رجاله. طب وبعدين يا بابلو؟ بلاش يا باب. لا يا سيد لا. تعالي يا حبيبتي ادخلي. الاستراحه دي بقى اكتر مكان ممكن نستخبى فيه براحتك. لازم يا انت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ لا ده طبيعي اكون موجود هنا، الشاليه بتاعنا براحتي يعني. انما الواد ده ايه اللي جابه هنا؟ فوق كلامك، انت بطولك دلوقتي وانا اللي معايا السلاح، يعني ممكن افضي فيك. لا يا بابلو عشان خاطري. انت تحل عليه ولا ايه؟ يلا حبيبي انا قدامك اهو. لو فاكر اللي في جنبك هينفعك تبقى عبيط، عشان قبل ما تلمسه هتكون ميت. فعلى الهادي كده طلع الحته وارميها قدامي. حق، وانت برضه اللي ماسك السلاح. اتنطط براحتك، بس اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش وانت بتترمي بره المستشفى. لو ليك الهوا نزله، عشان اثبت لك ان الكارفه بتاعتك دي مش هتأثر. وساعتها انت ونصيبك، يا عايش يا ميت. دي حاجة ما اضمنهاش. تحب تجرب؟ يلا حبيبي جرب. لا يا مازن حرام عليك، احنا مش ناقصين. ما تسمع الكلام يا مازن. الا الا صحيح، هي الأمورة اللي جايبها هنا بالبيجاما معاك. هو انت ما تعرفيش انها المدام؟ لا مش معقولة. مبروك يا صافي. ايه ده؟ ده اكيد من ساعة ما انت جيتي المستشفى تزوري صاحبتك يارا تطمني عليها، صح؟ لا، ومن قبل كده كمان. لا مش معقولة، مش كنتوا تقولوا لنا علشان نبارك؟ الكلام ده ندى نتكلم فيه انا وانت مع بعض، مش قدام البيه وناس ما نعرفهاش. يا اخويا اتنيل وخليك في اللي انت فيه. كلامك معانا. وانا ما عنديش غير كلمة واحدة بقولها لك، خد اللي معاك واطلع بره من هنا. لا مش من حقك، لان انا كمان ممكن اقول للي معاك اتفضلي اطلعي بره. هو مش قال لك ولا ايه؟ اللي معايا دي تبقى مراتي، يعني واحدة من العيلة. وبابلو خطيبي، يعني هو كمان واحد من العيلة.